بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما وساوى علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم كن لنا بما كنت به لاوليائك. اللهم يا رب العالمين، اللهم اسلك بنا مسالك اهل الجد. اللهم افتح علينا يا ارحم الراحمين فتحا قريبا مباركا فيه يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما حيينا، وبارك لنا فيما أقمتنا فيه، وقنعنا فيما أقمتنا فيه، وفقهنا فيما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا مما أقمتنا فيه، وحب بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. وبارك لنا يا رب العالمين في مشايخنا، وارحمهم وارزهم عنا خير الجزاء، ووالدينا والمسلمين أجمعين، وآل بيت نبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب لطالب شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية، في تكملة الفصل المتعلق في اللباس وما يحرم على الرجال من لبس الحرير والتقدم بالذهب والقز في حالة الاختيار. ووقفنا عند قوله والتقدم بالذهب، وهو ساقط من بعض النسخ، وخرج بالتقدم اتخاذ أن أو أنملة أو سن من ذهب، فإنه لا يحرم على مقطوعها. طبعا الصحابة كانوا يقاتلوا كثيرا، وكانت تقطع أناملهم، يعني أطراف أصابعهم، وتقطع أنفهم، ويقطع أذنهم، فكانوا يتخذوا أنف من ذهب أو أنملة من ذهب لتكمل الإصبع ويثبتها عشان تبقى الإيد القبضة تبقى طبيعية، يستطيع أن يقدر على السيف وغير ذلك، زي يعني أجزاء صناعية. فكان يتخذ أنفا أو أنملة أو سن من ذهب، ويختار الذهب بالذات لأن الذهب لا يتفاعل، فما يعملش زي صدأ، ولا يعمل نوع من الجنزرة كالنحاس، نحاس جنزر ويعمل لون أخضر ويحتاج لتنظيف كل شوية، والرصاص كذلك يتفاعل مع الجلد ويعمل تسلخ، ومعظم المعادن، لكن الذهب ما يعملش. لما تحط الذهب وتحط مخاط حتى الأنف ما يعملش تفاعل ولا التهاب. فكان يستعملوا هذه الأشياء للضرورة. في هذا الزمان لا حاجة له، لأن الوقت بقت فيه أجزاء من مواد لدنة وبتاخد نفس لون البشر، وبتتعمل النضارة بالأنف بتاعتها، لازقة فيها، يلبس النضارة كده وراكبة فيها الأنف نفس لون بشرته، بحيث ما تحسش إن هو ما عندوش أنف، فتبقى شكلها حلو كده في سواج فيها الناس، لأن من غير الأنف تجد خرمين مفتوحين كده، حاجة يعني تخوف، ربنا ينجيهم. زي مرضى الجذام، الوقت بتشوفها في مرضى الجذام، وبعض الأمراض اللي هي بتيجي أورام خبيثة في الأذن، ويضطروا يشيلوا الأنف كلها أو الأذن كلها، فبيحط برضه نظارة طالع منها صوان أذن، بحيث يلبس النظارة كده صوان الأذن يبقى راكب في المكان، نفس حجم ده، نفس رسمته، نفس شكله. فبقيت الحاجات دي في زماننا احنا يمكن مش محتاجينها. فيبقى في زماننا تحرم الأنملة وتحرم الأنف في هذا الزمن لوجود البديل، والبديل شكله أحسن وتكلفته أقل ويؤدي الوظيفة. لكن كان زمان شكله مش حلو، يعني حتى لما تلاقي واحد عامل سنة ذهب دلوقتي منتقد في زماننا دلوقتي بيعمل سنة يبقى نفس لون السن العادي. فيبقى السن الذهب في زماننا ده ملوش لازمة يعمل، ولا الفضة، لأنه بقى حتى منتقد ومكلف بلا داعي، بقى في بدائل أخرى. لكن على أي حال الكلام ده كان من عهد الصحابة إلى يمكن حوالي 50 سنة فاتت. من 50 سنة ابتدت تظهر
الأجزاء التعويضية دي بصورة أحسن، فما نحتاجهاش حاليا. لكن لو كان في بلاد لا يستطيع الحصول عليها، كأن يكون في بلاد بعيدة وليست عنده هذه الوسائل، ولا يستطيع أن يستوردها من الخارج، ولا يستطيع أن يسافر إليها، ودي متوفرة في بلده، فلا بأس يستعملها، والإسلام يبيح ذلك في مثل هذه الأمور. يبقى قرب بالتختم، أما يقول والتختم بالذهب يحرم، أما قال التختم خرج غير التختم، زي اتخاذ المولة يعني طرف أو مثلا أمس أو سن من ذهب، فإنه لا يحرم على مقطوعها، وإن أمكن اتخاذها من فضة، ولو كان ممكن كمان يتخذها فضة يجوز الذهب، لأن الذهب له من الإيه من الخصائص ما ليس في الفضة. الفضة برضه بتطور ويغير لونها، وكل شوية عايز يروح يجليها وينضفها ويعملها ويخف الإثم، فشغلانة دي يجيب لنفسه شغلانة. انما الذهب نفسه انه هيغسله كده في الميه والصابون من اثر المخاط، يطلع زي ما هو كده، يفضل زي ما هو. فيبقى بالتالي حتى لو توفر الفضه في مثل هذه البدائل الا ان الذهب جاهز برضه، لانه مش زي الفضه بالظبط ايه في الخطا. وخرج بالذهب الفضه لما يقول ويحرم التختم بالذهب. طب والفضه كأن ايه يعني يحل التختم بالفضة؟ لما اقول بالذهب ويسكت يبقى معناه الفضة يجوز التختم بالفضة. يبقى ما يقول ايه والتختم بالذهب، والتختم هنا معطوف على يحرم، يعني ويحرم التختم بالذهب. فلما يقول التختم يبقى غير خرج منها استعمالات اخرى للذهب غير التختم تجوز كما قلنا. وكذلك مثلا اما يقول التختم بالذهب، لما نص على الذهب خرج التختم بالفضه، فيجوز للرجل ان يتختم بالفضه. وخرج بالذهب الفضه فانه يجوز التختم بها للرجل، بل يسن، بل يسن ما لم يسرف، ما لم يسرف فيه عرفا، حد اتصرف العرف. يعني ممكن يلبس خاتم فضه لا باس، لكن ما يكونش يعني مسرف، او يعني ما يكونش تقيل، خاتم تقيل كده مليان فضه. وايه الحد الاستراف؟ العرف، العرف يعني اللي الناس عرفا كده يقولوا له ايه يا الختم ده تقيل قوي، تقيل قوي، ايه ده؟ يبقى ده كده هنا ندخل في الحرام. ما لم يسرف فيه عرفا مع اعتبار عاده امثاله وزنا وعددا ومحلا. يعني ممكن يلبس خاتم فضه بس بعدد صوابعه كلها، خمس خواتم فضه في كل اصبع، 10، العدد كبير قوي. ايه ده اللي انت عامله في نفسك؟ الناس حتى تقول له ايه ده؟ هنا نقول له يحرم فعلك كده او اثنين وخلاص تمشي في كده. يبقى من حيث العدد ومن حيث الوزن والاعتبار بالعرف، عرف بلدي وعاده ايه امثاله، نفس اهل كار واحد صنعه واحده بيشتغلوا مثلا في صناعه الفضه وخواتم الفضه، تروح هناك في الصياغه تلاقيهم كلهم لابسين خواتم فضه، صنعته قاعد فيه، فيبقى ايه عاده امثاله، نشوف امثاله في اهل صنعته. اما بيلبسوا بيبقى اذا العرف بتاعهم ايه، لو هو زود عن عرف امثاله يبقى هنا يحصل كويس، يبقى يعرع فيها العرف وعدد امثاله اللي هم الناس اللي هم في مهنته او في هيئته الاجتماعيه او شيء منه. فاذا زاد على عدد امثاله حرم. فإذا زاد على عادة أمثاله حرم. هتصفروا لي بقى وتعمل لي مشاكل، احنا كده حلوين. فإذا زاد على عادة أمثاله حرم، خلافا لقول بعضهم متى بلغ الخاتم مثقالا. في بعض العلماء في بعض الكتب قالوا في حد الطرف انه يبلغ مثقال، حد الطرف انه يبلغ مثقال، لكن الراجح ان هو العرف، ان اللي مكتوب ده مثقال ده مش معتمد في المذهب. متى بلغ الخاتم مثقالا كره، فان زاد عليه قيل يحرم. يعني الحد المثقال يبقى مكروه، فوق المثقال يبقى حرام،
اقل من المثقال. المثقال قد ايه؟ يعني دينار، والدينار يعني 4 جرام وربع، يعني 4 جرام وربع. كويس. متى بلغ الخاتم مثقالا كره، فان زاد عليه قيل يحرم وقيل لا، يبقى ولكن الراجح المعتمد هي ان حد الايه الطرف العرف، ما نقولوش عدد جرامات معينه، نتركها للعرف، لانه قد يكون بين الاطباء ان ده يبقى كتير قوي. ايه الخاتم اللي لابسه ده؟ ده حتى ما يليقش بيك يا اخوان، انت صنايعي، ويبقى فص الصنايعيه مقبول، مش كده برضه؟ يعني مقبول. يبقى على بالتالي على كل واحد حسب مهنته، حسب مركزه الاجتماعي، بتختلف الحكايه حكما حسب العرف والمحل. والافضل جعله في اليد اليمنى. طب هنلبس بقى الخاتم خلاص بالحد اللي هو مفقود طرف ويكون فضل، احنا قلنا سنه الحمد لله بلا طرف. طب نلبسه في اليمين ولا الشمال؟ يقول لك الافضل يبقى في اليد اليمنى، لان اليمين تكرم على الشمال، فاذا كان لبس الخاتم زينه فيبقى اليمين اول اذا كان زينه. والافضل جعله في اليد اليمنى ولبسه بالقنفر. سيدنا الحسن كان لابسه في ايده الشمال على فكره، لان الحسن كان لابس خاتمه في ايده الشمال، لان كان بيستعمل ايده اليمين كتير، فالخاتم يخبط كل شويه يضايق، انما الشمال ما بيستعملهاش كتير، فيلبسه كده فيها يقدر يحافظ عليه، لا يتطبق ولا يجرى له حاجه. يبقى لو كان في عله معينه يلبسه في الشمال. افرض ان انت بتستعمل ايدك اليمين كتير، فيقوم كل شويه يشبك في حاجه يضايق يعور ايدك كده برضه، فممكن تعمله في الشمال، يعني مش مشكلة. يعني زي الساعة، بعض الناس لازم يلبسها في اليمين، مش شاطرة أوي، لا يلبسها في الشمال ما يجراش حاجة، لأن أنت طول النهار بتشتغل بإيدك اليمين تتخبط في الكتف، فما تلبسها في الشمال تبقى محافظ عليها، ما فيهاش لبق. زي سيدنا الحسن كان لابس ختمه في إيده الشمال ما يجراش حاجة، وكثير من الصالحين والأولياء كانوا لابسين في إيدهم الشمال. لعلة إيه؟ للعلة دي إنه يحافظ عليها، وإنه كثيرا بيصافح الناس بإيده اليمين طول النهار، ففي ناس تتك على إيدك كده ويسحب، فيقوم الخاتم يوجعك ببساطة كده. فهمت إزاي؟ إنما بيبقى من غير خاتم يسلم على الناس ما فيهاش مشكلة، ولا كل ما يسلم على يقول له أيضا، بس لابسه بإيده اليمين بقى، فده مالهاش لازمة، مش كده برضه؟ يعني ممكن تكون في أسباب تجعلك إنك أنت ما تلبسوش في اليمين وتبقى برضه مراعي السنة. فهمتني؟ لا بأس، لا بأس ان هو حاجة علامة كده الناس عرفوها، علشان مثلا يعرف انك انت مرتبط او دخلت او متجوزت او ما اتجوزتش، لا بأس. او عشان تخلي الستات ايه تبعد عنك، يقوموا يقول لك لا يا عم احنا مالناش دعوة ده متجوز، فتلبسه كده ايهام تمويه. واخد بالك؟ لان دلوقتي علينا في زمن تكاد المرأة هي اللي هتخطب الرجل، فلا بأس ان يجرى حاجة. لكن انا الحمد لله مش لابس خواتم خالص اهو، محدش بيخطبني الحمد لله. وعلى شكل يقول لك هنا ايه، والافضل جعله في اليد اليمنى. طب وفي اي صباع؟ في الخنصر احسن، الخنصر وفي البنصر، مش كده برضه؟ خنصر ده الخنصر الاصغر الصغير ده الخنصر، خلاص. يبقى الخنصر ده اللي هو الصباع اللي اصغر صباع في اليد، اصغر اصبع في اليد الخنصر، يليه البنصر، يليه الوسطى، يليه السبابه، وفي اليمنى يسموها الموحده، يعني يسموها الموحده في اليمنى. انما ما ينفعش تقول على السبابه في اليسرى تقول عليها موحده، الموحده دي اللي بتشير فيها تبقى ايه سبابه اليمنى، هي اللي اسمها الموحده مش سبابه اليسرى، الا لمقطوع اليمنى. مقطوع اليمنى تبقى سببته برضه يسموها الموحد، لانه هيشاور باليسرى، مش كده برضه؟ وبعدين يسموا الابهام، يبقى عندك ابهام فسبابه، سبابه عشان يشاور فيها، لما يشاور فهو يقول له انت السبب، يشاور به فسموه السبابه كده، يعني يشير الى السبب، تمام، يشير به الى السبب. واخد ايه؟ يبقى في الابهام، وسموا ده الابهام ليه؟ عشان لما تيجي تستعجل عن حاجه تعمل كده. يعني مستعجل، ايه الحاجه؟ ايه انا عايز اعرفك انت ايه حكايتك يعمل له كده؟ ايه حكايه يعني بيستبدل؟ يعني في امر مبهم. يبقى كل صباع ليه اسم يدل على معناه برضه كويس. يبقى في الابهام وفي السبابه وفي الوسطى
وفي الخنصر وفي البنصر. البنصر والخنصر. والعوام سموا الخنصر ده لباس الخواتم، ولا يسموا البنصر لباس الخواتم؟ يقول لك لحاس السمن، ويقول لك مش عارف طويل واهبل على الوسطى ده. الناس العوام يعني ليها تسميه كده. كنا احنا في ابتدائي صغيرين اطفال كده كنا مسمينها اسماء تضحك يعني. يقول لك لباس الخواتم وقصير وقزع ولحاس السمن عشان بيلحسوا بيه، حاجات كده يعني. بس هذا الفلكلور يبدو ان هو اختفى شويه، ما بقاش مشهور يعني، مش كده؟ لكن الفلكلور ده كان مشهور واحنا في ابتدائي، كنا مسمين الصوابع دي اسماء كده غريبه شويه. ولبسه في الخنصر ويسمى ان يكون فصه من داخل كفه، يسمى بقى لما يبقى ليه فص تخليه لجوه مش لبره. لانه اولا لما يبقى لجوه تحافظ عليه ما يتكسرش كل شويه يتخبط. ثانيا ما تكسرش خاطر الفقير توري له البتاع ده يقعد يلعلق في وشه كده كل شويه، يقوم الفقير ايه تكسر ايه نفسه، يقول الناس كلها لابسه خواتم اللي انا ويمشي متعقد في الدنيا ومش عارف اعيش، الناس كلها لابسه خواتم اللي انا ويعقد نفسه. لكن الحمد لله يبقى كده ايه اقل خيلاء يعني لما تجيبها من داخل الكفه، يبقى محافظة على خاتمه وفي نفس الوقت يبقى اقل خيلاء. ولا يكره لبس خاتم الرصاص والنحاس والحديد على الاصح. عندنا وجهين، الحديد والنحاس مكروه وفي وجه مباح، وفي وجه مباح، الأصح أنه مباح. وما تقدم في الخاتم كل اللي فات ده، والتفاصيل دي بنتكلم في الخاتم مش في الختم. في حاجة اسمها ختم بقى، واحد يتاخد ختم كاتب عليه اسم زي ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب فبيعمل إيه ختم، ممكن الختم ده يلبسه في إيده برضه ويبقى مكتوب عليه اسم. يبقى اللي فات ده كله في الخاتم مش في الختم. وأما الختم او الختم فيحرم ولو من الفضة، اللي هي لما يبقى ختم بقى يحرم ولو من الفضة. كده خلصنا موضوع الفضة، انها مباحة في حدود ولكن تحرم في الختم دون الخاتم. كويس، نخش بقى ايه في حاجات تانية. ويجوز تحلية المصحف بالفضة لكل من الرجل والمرأة. المصحف مطلوب تعظيم، مطلوب تزيينه، فيجوز ان انا احليه كده بالفضه ما فيهاش مشكله سواء رجل او امراه. وبالذهب للمراه فقط، تحلي مصحفها بالذهب اذا كان مصحف ايه حريمي استعمال نسائي، لكن الرجل لا. كويس، بخلاف التمويه فلا يجوز. اما التمويه اللي هو يعمله بورق الذهب، عندنا عارف انت مش كلنا في بيوتنا في صالونات يسموها مذهب، صالون مذهب او ده حرام عند مذهب الشافعي، تذهيب الموبايل وتذهيب الحوار بالاوراق دي يسموها بالذهب، حرام عند الشافعي، مكروه عند غيرهم، مباحه بغير طرف ما لم تعطي يعني جرم عند الاحناف. فاللي هيشتريه ويبقى في بيته يقلد الاحناف يعني ما يروحش يحرقه بقى، يقلد الاحناف ويمشي حاله. لكن عند الشافعي ما يحبوش الحكايه دي، يقول لك لا حرام. يعني انت يا شافعي لما تروح عند واحد حاطط صالونين، واحد مذهب وواحد مش مذهب، اختار تقعد على اللي مش مذهب، تقول له لا انا هقعد هنا كويس انا متخيل. واخد بالك؟ ده يفيدك لما تبقى راجل شافعي بقى وعارف ان فيها خلاف. بخلاف التمويه، ايه الفرق بين التمويه والتحليه؟ التحليه انك انت تجيب ورق الذهب الرقيق ده اللي تلاقيه عند بتوع الموبيلي وتحلي بيه الذهب، والتمويه انك انت تسيح الذهب وتقليه بيه. فلا ده التمويه، يبقى التمويه لا يجوز، انما التحليه بالذهب تجوز للمراه في المصر مش في اي حاجه غير المصر، فهمتني؟ للمراه في المصر. يبقى النجف المذهب ده، بساعات تشتري نجف يقول لك اصل دي نجفه غاليه جدا، دي ب 10,000 جنيه ليه يا عم؟ اصل دهب ده مطليه دهب صافي عيار 21، حرام عند الشافعي، حرام عند الشافعي. حاطينها في بيوتنا احنا ربنا يعفو عنا،
على مذهب ايه؟ من يريد. يعني انت ما تعطلش الجوازه بتاعتك عشان النجفه يعني، خليك شافعي واتجوز من غير نجفه، حكايه سهله يعني. واتجوز من غير صالون مدهب سهله، هتلاقي الصالون اللي مش مدهب ارخص كتير، تبقى المؤنه سهله. فخليك شافعي عند التجهيز. يبقى بخلاف التمويه فلا يجوز، والتحلية وضع قطع رقيقة من النقد، والتمويه الطلي بالنقد بعد إذابته، ويجوز كتابة المصحف بالذهب للرجل والمرأة سواء، لأن نفس حروف المصحف معظمة وممكن أكتبه بالذهب. إنما الكلام كان قبل كده في التحلية، إن أنا أعمل الإطار أعمل بتاع، لكن الأحرف نفسها أحرف دي مقدسة، فيجوز أن أكتبها بقى بالذهب. ويجوز كتابة المصحف بالذهب للرجل والمرأة من غير فرق بينهما على المعتمد، على المعتمد يعني دليل فيها خلاف في المذهب، بس المعتمد كده، خلافا لما يوهمه كلام القليوبي من تخصيص جوازها بالمرأة. قوله والقد، قد عرفت أنه من عطف الخاص على العام، ما هو قال لك يحرم لبس الحرير والتختم بالذهب والقد، قال والقد، قد عرفت انه من عطف الخاص على العام، لان القد نوع من الحرير مش كده برضه، فكانه عطف الخاص على العام، فالحرير يشمل الاستبرق ويشمل القد ويشمل الديباج، كل دي انواع من الحرير، فما يقول الحرير يدخل القد والديباج والاستبرق. قد عرفت انه من عطف الخاص على العام، وكان الاولى للشارح ان يقدمه على قوله والتختم بالذهب. اصل القذف ما بيتختمش بيه، فكان حقه يقول يحرم لبس الحرير والقذف والتختم بالذهب، يمشي كده. لو يقول لك يحرم لبس الحرير والتختم بالذهب والقذف، الله، دخل لك القذف، فهمت العباره؟ فالعباره فيها نوع من اللبس. قد عرفت انه من عطف الخاص على العام، وكان الاولى للشارح ان يقدمه على قوله والتختم بالذهب. قال المحشي اللي هو البرماوي نقلا عن شيخه وفي كلامه العطف على معمولين لعاملين مختلفين. العاملين واحد يحرم اللب، واحد اللب، واحد التختم، مش كده برضه؟ يبقى يحرم ده ثابت في الاثنين، في اللب والتختم، واخد بالك؟ هنا قال لك ان ده عطف على معمولين لعاملين مختلفين، انتهى. ووجه، بيحاولوا بقى يدوروا على وجه الصحيح للمصنف عشان يطلعوا ان كلام المصنف صحيح، عشان ندافع عنه برضه، يعني عشان ما نطلع، لان القاضي القاضي ابي شجاع ده كان راجل علامه كبير، سهل يعني، يعني لما نقول نصيغ العباره كده لازم يكون ليها وجه لغوي صحيح برضه، فهم يحاولوا يدافعوا عنه. مش ما صدقوا بقى ايه الراجل وقع، هاتوا بقى تكسر السكاكين، لا، فيحاولوا يدافعوا عنه. يقول لك ايه؟ ووجه ان التختم معطوف على لف، والعامل فيه يحرم، والقصد معطوف على الحرير، والعامل فيه لف. يعني كانه بيقول يحرم لبس الحرير، ويحرم التختم بالذهب، ويحرم لبس القصد. القصد. فهمتني ازاي؟ يبقى معطوف على لف، ويحرم دي مشتركة بين الكل. فهمتني؟ والعامل فيه لطف، وفيه نظر، لأن محل منع العطف على معمولين لعاملين مختلفين إذا كان العاطف واحدا كقولك في الدار زيد والحجر عمرو. يعني تبقى مش حلوة كده، إيه في الدار زيد والحجر عمرو؟ هقول في الدار زيد وفي الحجرة عمرو. مش كده برضه؟ إنما والدار عمرو والحجر عمرو مش حلوة. بخلاف ما هنا فإن العاطف تعدد، ففي الحقيقة هما عطفان لا عطف واحد الذي هو محل المنع، دفعوا عنه وطلعوا براء الحمد لله. لكن على أي حال معنى العبارة واضح، لكن ده كلام لغوي يعني ما يتعبكش أنت كتير. إمتى بيحرموا الحاجات دي؟ يحرم لبس الحرير والقصد والتختم بالذهب للرجال في حالة الاختيار. كويس؟ يبقى في حالة الاختيار، وهي قيد لابد منه، سيذكر الشارح مفترض بقوله
ويحل للرجال لبسه في حال الضرورة. يعني ممكن في حال الضرورة الراجل يلبس ايه الحرير، ولا يخفى ان غير اللبس من سائر اوجه الاستعمال مثله في الحل للضرورة برضه. افرض ان انا في مكان عايز اتوضى ولا يوجد اي اناء الا ذهب، احط في المية واتوضى، اعمل ايه؟ اتوضى ازاي يعني؟ يبقى انا هنا مضطر، يبقى حال الضرورة ممكن، لكن حال اختيار لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة طالما عندي اناء اخر. مثله في الحل للضرورة. هل الضرورة تجعل، هل الضرورة تجعل المحرم مباح، ولا تجعل المحرم محرم مع جواز استعماله، ولا توقف الحكم تمنع الأحكام؟ فاهم الكلام؟ فمن اضطر غير باغ ولا عام فلا يسمع عليه. أكل الميتة للمضطر، الميتة عند الاضطرار تبقى للمضطر مباحة ولا تفضل حرام لكن يرخص له استعمالها، ولا لا ينبني عليها حكم توقفت الأحكام للضرورة؟ لا نصفها بالحل والحرمة. ثلاث مذاهب عند الأصوليين، ثلاث مذاهب عند علماء الأصول المسألة دي. واضح؟ فاهم المناقشة؟ فاهم المناقشة؟ الخمر حرام. طب افرض واحد في حالته غصة خلاص رزاية وقتها مش عارف يزقها، يقف نفسه ما قدامهوش الا خمرة راح زقها، خد بق مية بق خمرة راح زقها. استعمال الخمرة هنا جائز له. طب والخمرة اسمها في الحالة دي ايه؟ في حالة الضرورة دي مباحة ولا حرام يرخص له استعمالها، ولا فقدت حكمها لا توصف بالحل ولا بالحرمة؟ توقفت الأحكام من أجل الضرورة. فهمت إزاي؟ يعني توقف التكليف، أصبح غير مكلف. فهمت المسألة بقى؟ ثلاث مذاهب. بكل قيل، بكل قيل. والراجع عند الشافعية أنها تفضل حرام مع استعمالها. يعني يفضل اسمها حرام برضه. ده رأي الشافعية كده. يقول لك ليه؟ لأن لو خليت وصفها حلال يجعله ياكل ويشبع، لكن لو خلينا وصفها حرام ياكل ليصد الرمل. فهمت المعنى؟ شفت الإمام الشافعي جميل ازاي؟ قال لك انت لو سلبت منها وصف الحرمة هتخليه يقعد بقى يجيب الميتة يشوي ويحمص ويسلق ويعمل سفرة كده برضه، وخلاص بقى بقت مباحة. لكن لما تقول ان هي ما زالت حرام الا انه ياكل منها للضرورة، يقوم يحمل منها نوع واحد صنف واحد على قد ما ايه ما يبقي على نفسه روحه لحد ما يلاقي غيره، فيبقى بياكلها وعارف انها حرام وان ياكل بقدر الضرورة. شوف كلام الشافعي حلو جدا، واحنا منين ليه يعني؟ امامنا. لكن على اي حال بكل قيل، بكل هذه المذاهب لهم علماء قالوا بيها. واضح؟ طب يقول لك هنا ايه؟ ويحل للرجال لبسه في حال الضرورة. يحل للرجال لبسه في حال الضرورة. طبعا هنا لما يقول يحل كانه قال بمذهب انها تصير حلال، ده مذهبه كده بقى، يا اما لم يضبط العباره، لانه لو شافعي وده راجل شافعي كان حقه يرخص له استعماله في حال الضروره عشان يبقى شافعي، عشان يفضل حرام برضه. واضح الكلام؟ يبقى ان عباره يحل دي مش طريقه الشافعيه، دي طريقه المالكيه. الامام مالك قال لك لا، الميته تبقى حلال، تبقى حلال في حال الضرورة الميت. تمام؟ الإمام مالك كده في مذهبه، وتطار الحل في حال الضرورة. فيبقى هنا الشيخ البيجوري قلب مالك فجأة، وهو شافعي من أوله لآخره، يعني من رأسه لفاته شافعي، فكان حقه يقول إيه ويرخص له
في حال الضرورة عشان يبقى كتب شافعية كده كلها ماشية شافعي ماشي بشافعي، انما كده راح قالت لي العبارة مالكي فد، فهمتني بقى ازاي؟ فاحنا ايه لو هنبتدي نعلق على الشيخ نروح حاطين علامة ونكتب الهامش كان الأولى أن يعبر بلفظ كذا، لأن عند الضرورة عند الشافعية لا يسلب الضرورة وصف الشيء، واخد المحرم واخد بالك وصف الحرمة عنه، الضرورة لا تسلب الحرمة بل يرخص لو فقط ومع حرمته. يوم لما يعرف كده يقوم ايه؟ يقوم يبقى كأنه بيعمل الحاجة ومستني يسيبها مش يستريح ليها، واضح؟ طيب يبقى نحط يحل ونكتب فوقيها ايه؟ يرخص للرجال لبسه في حال الضرورة ولا يخفى، أن غير اللبس من سائر أوجه الاستعمال مثله في الحل للضرورة حق، مثله في الرخص للضرورة برضه عشان نمشي شافعية كده. يعني هو بيقول لك هو قال لي اللبس بس، طب ما هو الضرورة تريح حتى الجلوس عليه حتى التغطية دي من شدة البكر، ليه تقول اللبس يعني؟ يعني سائر أوجه الاستعمال خلاص، الضرورة تريح سائر أوجه الاستعمال. ولا يخفى أن غير اللبس من سائر أوجه الاستعمال مثله في الحل للضرورة، إذ لا تختص الضرورة باللبس. فلو أخر الشرع هذا القيد عن قوله وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش إلى آخره لكان أولى وأحسن، وحينئذ فكان الأولى ترك التقييد في المحترز باللبس، لكنه اتكل على كونه علم من كلامه أن غير اللبس من سائر الاستعمالات كاللبس. قوله وكذا يحرم استعمال ما ذكر على جهة الافتراش، كان حقه بقى يأخر في حل الثياب بعدين دي بقى، فهمتني؟ لكن على أي حال أشار إلى أن اللبس في كلام المصنف ليس بقيد، وإنما اقتصر عليه المصنف لأنه الأغلب في الاستعمال كما تقدم. وقول ما ذكر أي الحرير والقذف، وقول على جهة الافتراش أي جهة هي الافتراش لكن من غير حائل وإن لم يخط كما مر، وغير ذلك من وجوه استعمالات حتى التردد عليه، وغير ذلك مما مر. التردد يعني يحطها في حته يبقى رايح جاي عليه برضه ما ينفعش، لان في نوع من الاستعمال برضه، بخلاف مجرد المشي عليه. بعض التجاليل بتتعمل من انواع من الحرير بالذات في ايران، والحته دي تروح تزور بعض القصور تلاقيهم عندهم تجاليل من حرير طاف، يبقى ايه المشي ممكن تمشي عليها لانك ايه بتتركها بسرعه خطوه ورا خطوه هتتركها، بخلاف بقى ايه ما تحطها في حته رايح جاي عليها. وغير ذلك مما مر، بخلاف مجرد المشي عليه فلا يحرم لانه يفارقه حالا. قوله ويحل للرجال لبسه، قد عرفت ان اللبس ليس بقيد، فلو ترك التقييد به لكان اولى، لكنه اتكل على علم ذلك من كلامه السابق للضرورة. قول للضرورة أي أو الحاجة. أصل في فرق بين الضرورة والحاجة، هو قال هنا الضرورة فبيقول في الشرح أي والحاجة كمان. الضرورة اللي هي إيه؟ للحفاظ على الحياة. والحاجة لإيه؟ لمنع للتخلص من العنف أو الصعوبة أو الشدة. كويس؟ يعني لو حاجة هتؤدي إلى العنف فإزالتها تسمى حاجة، وحاجة تؤدي إلى الهلاك إزالتها تسمى الحالة دي ضرورة. يبقى الذي يؤدي إلى الهلاك يسمى ضرورة، واللي يؤدي إلى العنف يسمى حاجة. كويس؟ فهمت الفرق؟ يعني الحاجة أقل شوية من الضرورة. الحاجة أقل شوية من الضرورة. ان انا اعيش حياه صعبه شويه يعني ابقى متقيد شويه. وتنزل الحاجه منزله الضروره، يعني افرض احنا بقينا في مجاعه، هنقعد كده في مجاعه سنه، مش معقول يعني اكل بقى الميته طول السنه دي يا دوب بقى وخلاص، لا ننزل الحاجه منزله الضروره
وياكل بقى ايه عشان يتقوى، مش عشان يلقي الرمق، لا عشان يتقوى، لانه لو قعد سنه يسد الرمق هتبص لا يضرب، يجيله هزال شديد بعد كده على ما تزول الضروره دي او الحاجه دي، يبقوا خلاص بيسندوه بقى وهيسنوه ويكبروا عليه قوي، ما ينفعش. انما انت ياكل يسد الرمق، اما تبقى الضروره هتزول بعد يوم او اثنين يتحمل، انما افرض هتقعد معانا سنه اثنين ثلاثه، فهمتني ازاي؟ مجاعه وهيقعدوا فيها عده سنوات، يبقى ساعتها تنزل الحاجه منزله الضروره. وعمل الحاجه منزله الضروره، فهمتني بقى؟ للحفاظ على حياه قويه، يبقى الضروره تحفظ مطلق الحياه والحاجه تحفظ الحياه قويه. فهمتني ازاي؟ يعني الضروره اثر عورتي والحاجه ما تشعرش بالبرد، والتحسين يبقى اللبس لايق على بعض ومتفصل عليا وشكله متهندل. يبقى في حاجه اسمها ضرورات وفي حاجيات وفي تحسينيات، فهمت بقى؟ يبقى بتتقسم الحكايه ثلاث حاجات: ضرورات، حاجيات، تحسينيات. الضروره تحفظ الحياه مطلق الحياه، كويس؟ والحاجه تمنع العنف، تحفظ الحياه قويه، كويس؟ والتحسين تبقى حياه فيها متعه، تستمتع بحياتك. نديها مثال في اللبس: الضروره ستر العوره، والحاجه عدم الشعور بالبرد الشديد او الحر المرهق. يبقى افضل البس واغطي واغطي اغطي لحد ما احس ان انا كده تقيل، طبقه اثنين ثلاثه ما تفرقش لحد ما، يبقى دي اسمها حاجه. طيب التحسينيات، ان يبقى الطبقات دي كلها متهندمه عليا ولايقه على بعضها وشكلها شيك وقماش غالي وحاجات حلوه كده. يقول لك ايه الحاجات الحلوه دي؟ يبقى دي اسمها ايه؟ تحسينيات. في الاكل الضروره القوت، القوت، والحاجه الادام اللي انا غمس بيه. يعني الضروره في القوت في الاكل الخبز، ده ضروري عشان كده حكومتنا الرشيده بتدعم الخبز، لان ده ضروري، فهمتني ازاي؟ لكن الادام هغمس بايه؟ الادام اللي يفتح هتغمس الخبز بايه؟ دي حاجه عشان بقى ايه، اكل واكل بنفسي كده اقوم جسمي قوي، انما هتاكلني كل يوم اشحاف كده حاجه تسد النفس حتى، فيبقى الادام حاجه. طيب والفاكهه تحسينيات، فهمتني بقى ازاي؟ يبقى ما يؤتدم به حاجه، وما يؤتت به ضروره، وما يتفكه به تحسينيات. فهمت بقى؟ سهله الحاجات دي كلها، قس على ذلك كل حاجه، قس على ذلك. ضروره الانسان في السكن، مكان يأويه من الحر والبرد ويستره عن اعين الناس، يبقى ده يتحقق بكوخ، كوخ صغير متر في متر، صح ولا لا؟ ده ضروره. طيب والحاجه، ان يبقى واسع شويه، وانه يبقى سقفه عالي شويه لما يقعد كده ما يوطيش. وبعدين يعني دي الحاجه، وبعدين لما يحب يتوضا يبقى عنده حته يتوضا فيها، يبقى عنده مثلا حمام ركن كده يطبخ فيه. التحسينيات بقى، يبقى مستويين ويبقى عامله بالجرانيت والسيراميك، وعنده سخن وبارد بدل الحمام اثنين ثلاثه، والحمام يبقى فيه بانيو وفيه موال كبير، يبقى ده اسمها تحسينيات بقى، يعني متعب. فهمتني بقى الفرق؟ شفت بقى الاحوال؟ عشان كده لما يقول لك الضرورات تبيح المحظورات لازم تعرف ايه هي الضروره. افهم الحته دي مهمه. مش واحد ساكن في شقه اربع اوض يقول انا عايز اقترض قرض علشان اجيب شقه ست اوض، ما انا مضطر. لا انت مش مضطر في شقه اربع اوض تغيرها لي تخليها لي شقه ست اوض يعني. يقول لك اصل انا في شقه اوضتين وعايز هتبقى خمس اوض، مش مضطر. مش اوضتين وفي دوره ميه وفي مطبخ وعايش فيه كويس، عندك اوضه للعيال واوضه لام العيال والصاله يذاكروا فيها والحمام بتستحم والحمد لله، ما تروحش تتعامل بالربا علشان تاخد واحده بس، لان الربا حرام. فهمتني ازاي؟ يبقى ما ينفعش يروح يتعامل بالربا عشان يوسع شقته.
طيب قام زلزال والشقة بتاعته اتهدت، بقى في الشارع، بقى هنا في ضرورة، يقوم ياخد قرض مش عشان يبني بيت أو يشتري عمارة، لا، علشان يبقى عنده أدنى ما يستره عن أعين الناس، إن شاء الله يبني أوضة طالما هيضطرب بالربا، يبقى الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تقدر بإيه؟ بقدرها. الحاجات دي مهمة عشان تسلوب حياتك كله بعد كده. طيب اما تعرف ايه الضروريات في الاكل، ايه الضروريات في السكنه، ايه الضروريات في اللباس، فهمتني ازاي ما يقول بس ثم تعرف تعيش في حياتك. نحسن الناس للاسف يقول لك انا اصل مضطر، انا عايز اجيب موبايل بشاشه بكاميرا. ايه اللي مضطر كده موبايل بكاميرا؟ يعني ابوك وجدك عايش من غير موبايل، ايه المشكله يعني؟ عايش لما ماتوا كانوا عمل ومن غير موبايل يعني، صح ولا لا؟ يبقى دي مفيش ضروره. يروح يستلف من واحد صاحبه مسيحي يقول له اه هدي لك 2000 جنيه تشتري موبايل، بس تديهم لي 2500 بعد 3 سنين. انا محتاج مش قادر اعيش من غير موبايل. تبقى منتج، تبقى مش عارف ايه هي الضروره الشرعيه. ينفع تنتني ازاي؟ خد بالك من الحاجات دي. يبقى عندنا في الشرع الضرورات والحاجيات والتحسينيات. افهمها بقى وقف على ذلك. قول للضرورة أيوة الحاجة، يبقى جاب لك الحاجة إضافة للضرورة. إذا استمرت الضرورة صارت حاجيات، يبقى ساعتها اشبع بقى شوية من الميت، اشبع شوية من الميت ما جراش، هتموت من العطش بقى، ما قدامكش إلا مية متنجسة اشربها بقى، ما هو لا يجوز ازدراد النجس، حرام، لكن انت هتموت من العطش زي الجدع اسلم بتاع الزلزال بتاع 91 ده اللي هو بقى في وسط الامطار قاعد يبقى 10 ايام بقى يشرب بوله، تيجي تقول له حرام هيعمل ايه بقى الراجل؟ هيجيله جفاف، فهمتني؟ يبقى هنا يضطر بقى وتنزل الحاجه منزله الضروره، الحاجه منزله الضروره. واضح الكلام؟ قول للضرورة أيوة الحاجة، فالضرورة ليست بقلب لأن المدار على وجود الضرر أو الحاجة، فيجوز استعمال للضرورة كفجأة حرب إذا لم يجد غيره مما يقوم مقامه، وللحاجة كدفع جرس. يبقى للضرورة عشان ينقذ حياته، عدو داخل عليه وعايز يقتله وهو كان قالع هدوم، يروح شادد الثوب الحرير بتاع مراته، يروح ستر عورته ويطلع يحاربه لأنه داخل يقتله، فهمتني ازاي؟ يبقى هنا حاجة، يبقى الضرورة انقاذ حياة. طب والحاجة انه يعالج مرض عنده جرس طول النهار قاعد يخش او عنده حكة، فهمت الفرق بين الحاجة والضرورة؟ يبقى الضرورة انقاذ حياة، ابقاء الحياة، والحاجة ايه؟ لابقاء، لدفع العمل، لدفع الصعوبة، تبقى حياة مريحة شوية. طيب والتحسينيات تبقى حياة فيها زينة ومتعة. للتحسينية. يقول لك لا يجوز الاستدانة إلا من أجل الحاجة. يبقى ما تروحش أنا استدين، يعني هستلف من حد ولو من غير ربا، ولو من غير ربا حتى، عشان أبيض الشقة. لأن بياض الشقة إيه؟ تحسينيات. مش كده برضه؟ أو إن أنا أكسر البلاط وأعمله سيراميك. او اكسر السيراميك واعمله جرانيت واروح استلف، لا. ليه؟ لان الرسول كان يستعيذ بالله من الدين، لان الرجل اذا استدان يكذب، يجر الكذب، كل ما يقابل اللي خد منه الفلوس يقول له هسددها لك قريب، وهو اصلا مش عارف يسددها امتى، فهمتني ازاي؟ يقوم يضطر يكذب، او يضطر يبقى في خزي، كل ما يعرف ان الراجل اللي استلام منه هيصلي في الجامع الفلاني يقوم يتجنب يصلي في الجامع، يصلي في بيته. يقول لك انا هقابله بقى كل شويه كده بكسر عيني بقى. يقوم فالاستدانه نوع من المذله. ما ترجعش انت ليها الا من اجل حاجه او ضروره. انما من اجل تحسينيات لا، اخلع. فهمت بقى ازاي؟ فالواحد لا يستدين من اجل تحسينيات. كل ده مهم الحاجات دي يا جماعه، لان احنا الجيل بتاعنا ده
والجيل الاصغر مننا اللي هو اولادنا اللي طلع مننا مش فاهم الاحكام دي. انا بشوف اطباء والله يعني بيجرى لهم مشاكل من اجل هذه التحسينيات، يعني يسافر ويتمرمط ويعمل مش عارف ايه، كل ده علشان يعني شويه تحسينيات، يجدد العربيه، يبقى معاه عربيه حلوه معقوله، واخد بالك؟ بس مثلا ماركه مثلا موديل 99، يقوم يضطر يتمرمط ويسيب اهله وبيته وعياله ويسافر له سنتين عشان يخليها مرسيدس احدث موديل. طب ليه؟ ما انت قاعد هنا مع اولادك بتربيهم ومبسوط وعيالتك شغاله وامورك، بس عايز اركب مرسيدس، ايه الضروره فيها يعني؟ ما تركبش يا اخي. يقوم يعيش في عمل، يقوم يسافر في سن هو محتاج انه يبقى عايش مع اولاده واولاده محتاجينه معاه، علشان من اجل تحسينيات يقوم يتعرض في الغربة لضغوط نفسية، يجي عنده السكر وعنده الذبحة ومريض، وحد من عياله بعد ما تم ما بيدخنش بقى بيدخن، والتاني بقى مدمن، والتالتة اتفلت عيارة. الله، ليه ده كله؟ أنت كنت قاعد لاممهم وراكب عربية موديل 99 مش مشكلة يعني. وبعدين اتحسبت. فشغلانة، فخد بالك إن الناس مضيعة عمرها ومضيعه حياتها من اجل تحسينيات، واقاموها مقام الحاميات والضروريات، والشرع ما قالش كده. هذا المعنى بيشعرك بالغلاء اضعاف اضعاف الحقيقه. الحياه دلوقتي بقت غلا، يبقى مواجهه الغلاء يكون بايه؟ بتقسيم احتياجياتك الى ضروريات وحاميات، بلاش تحسينيات. لا، ده يروح سوبر ماركت، سوبر ماركت اولاد رجب، ولا يروح كارفور يتكرفص. هو عايز طلبين ثلاثة، يلف في السوق رايح جاي، بدل ما كان هيجيب حاجتين بس يلاقي نفسه ملا البتاع اللي بيبقاها دي، ويجيب معاه اثنين يزقوها كمان، ويقف قدام الكيس بعد ما كان محضر انه هيجيب حاجة بحدود 50 جنيه يقول له الحساب 800 جنيه كل اللي جايبه فيه تحسينية، وفي الآخر يطلع يقول لك احنا عارفين نعيش، الدنيا غلا مش عارفين نعيش. ليه يا ابني مش عارف تعيش؟ هات الضروريات وهات الحاجيات وقلل التحسينيات الوقت. الدنيا غلا، اصبر لما الغلا يعدي. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى من مواجهه الغلاء القادم على الناس لابد ان يعرف هذا الفقه. فقه الضروريات وفقه الحاجيات وفقه التحسينيات. عشان يعرف يواجه الحياه. تبقى اسره عايشه على قد حالها، بالعافيه بالكاف. لا، لازم موبايل لكل مواطن في الاسره. لازمته ايه؟ موبايل لكل مواطن في الاسره يعني. يعني تلاقي نفس هذه الاسره بتدفع لها 300 400 جنيه موبايلات في الشهر، وهي اصلا مش لاقيه تاكل. يقول لك ما اعرفش اعيش، ما تعرفش تعيش ليه؟ فهمتني بقى ازاي؟ ربنا ينجينا، بقينا في زمن غريب. انا مثلا في عيانين بيقول شكله رقيق الحال، بيقول لي انا عايز اقابلك كده في المستشفى المجاني ده. يعني ايه راجل على قد حاله ما يقدرش يدفع؟ هي ده خط. حاضر، قابلني في المستشفى الفلاني بكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح. حاضر، اقفل بعد نص ساعه يطلبني تاني. عايز اقول معلش نسيت اقول لك، يعني 9 لحد الساعه كام؟ كل دي مكالمات بالفلوس محسوبه عليه، وهو اصلا رقيق الحال. اقول له يا سيدي من 9 لحد الساعه 2 اقفل. يطلع النهار 9 الصبح، احنا معانا معانا 9. ايوه دي انا نازل على السلم اهو جاي لك، انت فين دلوقتي؟ يعني ايه الكلمه دي؟ اقول له انا يا سيدي برضه جاي في الطريق ان شاء الله، انا جاي لك ان شاء الله نتقابل. نقفل على الساعه 10. والله بيحصل هذا الكلام، والله بيحصل كل يوم معايا، ولسه ما قابلتوش ولا اعرف لقيته ايه. وبعدين فجاه ابو الطريق على الساعه 10 يطلب، قال له يا دي معلش انا اتاخرت شويه، اصل ركبت تاكسي وغير العجله والساعه بقت 10، انت هتقعد تستناني؟ يا ابني ما انا قايل لك من امبارح ان انا قاعد من 9 للساعه 1، يا ابني شو الساعه 10 ليه المكالمه دي؟ طيب الحمد لله. وبعدين فجاه الاقيه طالبني تاني ويروح قافل السكه عشان انا اطلبه. قال لي ها مس كول. اروح انا اطنش بقى، ما انا حبست نمرتك. هيطلبني تاني ومعاك تاني. خايلة بقى وانا بمر على العيانين يخيرني، وايديا بالغيارات اطلع الموبايل واقلع الجوانتي وانضف تكون حد، الاقي نفسي اني انا اروح حط. وبعدين فجأة يطمن بقى، يروح طالبني مستبيع، يقعد يرن بقى علشان انا افتح بقى وارد عليه. ايوه يا ابني انا طالع في الاسانسير اهو.
اقول له يا سلام الحمد لله. شفت بقى العالم جهل ازاي؟ اهو ده علشان يجي يقابلني دفع موبايلات بكام؟ وبعدين افاجئ قبله يطلع صنايعي مش لاقي شغل وبقاله شهر مش لاقي شغل وعطلان. طب يا ابني ليه غير الموبايل وقاعد تصرف ده كله؟ انت كلمتني مكالمه واحده امبارح بتاع 20 قرش ولا بربع جنيه. كفايه عرفت كل المعلومات، تعالى قابلني بقى. انت دلوقتي صرفت لك بتاع 10 جنيه مكالمات عشان تقابلني، لسه هتدفع تذكره ب 10 جنيه ادي 20 جنيه. لازمتها ايه؟ الناس ما بقاش عندها عقل في التعامل مع الاموال. وفي الاخر يقول لك احنا مش عارفين نعيش. طيب انت اللي مش عارف تعيش لانك انت مخك تعبك. ادي كل الحكايه صح؟ الصحابه عاشوا باقل من ذلك كثيرا ولم يشتكوا. لكن احنا مخنا تعبنا. ليه؟ لان مش عارفين الفرق بين الحاليات والضروريات والتحسينيات. مش عارفين امتى استلف واستدين ويبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى في عون المستدين اللي بيستدين من اجل ضروره او من اجل حاجه ويريد قضاء الدين. كان الله في عونه. وامتى يبقى الدين في حقي حرام؟ وامتى اشحت ويبقى يجوز الشحات؟ كمان اطلب من الناس الدنيا يساعدوني بلا مقابل كده. امتى يجوز الشحات؟ لها فقه بقى. وامتى تحرم وامتى تكره؟ كل الحاجات دي مهمه. كل ده مفتاحها انك تعرف الفرق بين الضروريات وبين الحاجيات وبين التحسينيات. مفتاح كبير مهم تعيش بيه حياتك كلها وتعيش طول عمرك في فقه. اللي زي دول فيهم مش شرط طياره اجنبيه، مش حاطط فيش طياره لا لا عادي، بس دي ضروريه عامه. ده مارلبور وبهدى ضروري، ما يقدرش يعيش من غير مارلبور. طب بس اللي متعود على مجتمع معين برضه هيتوقع عليه اول نزول عليه اللي تعود على مستوى معين واخد بالك ازاي وهيجي له مرض نفسي لو نزل عنه يبقى هنا اسمها حاجيات. لكن مش هيجيله مرض نفسي وهو يقدر يتحمل نوائب الدهر، يبقى ما بقتش حاجيات. ربنا مديله نفس قويه يقدر يمر بيها الحياه في كل ظروف. لكن واحد تاني هيجيله اكتئاب بقى ويعيش طول عمره في الامراض النفسيه ويخش مستشفى وياخد علاجات علشان مش عارف هيغير العربيه او العربيه مش عارف ايه، يبقى نقول له معلش يا سيدي. ويبقى ده للسائل حق ولو جاءك على فرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، للسائل حق ولو جاءك على فرض. يعني لو كانت هيئته شكله كده ما يستاهلش انه يسال، لكن قاعد يسال يعرف ان نفسيته ضعيفه ما يقدرش يواجه الحياه وصعوبتها يعيا. فاديله بقى ده مريض، ده مريض، ده ضعيف ما يقدرش يواجه الحياه، يبقى بياخدها من اجل ضعفه. كويس؟ لكن مش موضوع كل الناس بقت مرضى اليومين دول. فالواحد ياخد باله. طولنا في الحته دي معلش، لان الانسان بيعاني منها ليل نهار مع اولاده ومع نفسه ومع المحتك بيه طول النهار. يبقى للضروره او اي او الحاجه، فالضروره ليست بقيد لان المدار على وجود الضروره او الحاجه، فيجوز استعماله للضروره كفجأة حرب اذا لم يجد غيره مما يكون مقامه، وللحاجه كدفع جرد ودفع قمل وستر عوره في الصلاه وعن اعين الناس وفي الخلوه اذا لم يجد غيره على المعتمد. فقول الشبري وان وجد غيره من لباس او دواء ضعيف، صرح الرملي في شرحه، يعني يجوز استعمال الحاجات دي للضروره مع بقاء مسمى الحرام عليها، مع بقاء مسمى الحرام عليها على مذهب الشافعي، للضروره والحاجه بشرط الا يوجد بديل. فان وجد البديل تبقى حرام. احنا قلنا ممكن يلبس الحرير للجرد عشان لما بيلبس القطن او الكتان يهرس زياده. كويس؟ طب افرض في علاج للجرد، نقول له لا ما تلبسش الحرير، روح تعال، روح تعالج، حرام عليك تلبس الحرير. فهمتني بقى ازاي؟ يبقى لابد من انه يبقى ما فيش بديل مباح. لا يوجد بديل مباح. فمتى وجد غيره حرم استعماله كالتداوي بالنجس. لا يجوز التداوي بالنجس الا لو كان لا يوجد دواء غيره. لكن لو في دواء طاهر ودواء نجس لنفس الحاله يبقى لا يجوز التداوي بالنجس عند الشافعيه كده. طب لا يوجد الا الدواء النجس، يجوز التداوي بالنجس لعدم وجود غيره. لان النبي وصف للعرانيين التداوي ببول الابل. كده مش كده برضه؟ ولا كان لا يوجد دواء غيره، فيبقى يجوز التداوي بالنجس.
لكن بشرط الا يكون دواء غيره، كما قاله الشيخ الحكم. ايه الادويه النجسه؟ كل ادويه الكحه نجسه لانها مذابه في كحولها. كل ادويه الكحه تنشر اللي هو مطروح في الصيدله، في الصيدله يسموها تنشر. كل ما هو تنشر يبقى مذيب كحولي، مذاب كحولي، يعني لا يذوب الا في الكحول. فمعظم ادويه الكحه للسعال الطارده للبلغم نجسه. خلاص؟ وعلشان كده لما يجي لنا واحد عنده سعال وعايز طارد بلغم، انا كشافعي ما بكتبهالوش ابدا. اكتب له انواع ثانيه بقى مش تنشف. اكتب له بقى ملك سلفان، اكتب له حاجات ثانيه. عرفت انا. اللي عايز يعرفها يجي لي وهو عيان. وما يطلبنيش في الموبايل. ها؟ ها؟ عندنا نجس مطلقا سواء استعمل او غيره. فاذا توفر مطهر غيره يبقى يحرم استعماله. عشان كده انا معروف عند الاطباء في المستشفى اني لا استعمل الكحول. نفس الحكايه. الروائح خمس خمسات وثلاث خمسات واربع خمسات. واروح ازور السيده نفيسه وانا شافي الاقي واحد ماسك لي بتاع فرفار كده وقاعد يبخ اتقفل الزوار. يا عم الله يكرمك انا شافي عقل اتحمل الرحم. يقول يا ساتر عليك يزعل مني. يا عم انا مش وهابي يا عم، ده انا بزور السيده نفيسه زعلان ليه؟ بس انت ما تحطليش البتاع ده في قفايا. هو جاي بقى ايه بخ كده ومبسوط يعني. فالواحد لكن يجوز الفرسون دي على مذهب الاحناف دون الشافعي لانها لم تعدل الشرب. طب احنا في القصر العيني وانا امتياز كان في راجل تمرجي غاوي يشرب الكحول بتاع المرض اللي هم حاطينه عشان يطهروا بيه الجروح. يشربه طول الليل وطول الليل يمشي في القصر العيني سكران ويكسر في الكراسي وكده. مع انه معدل مش معدل الشرب. كنا ساعتها سنه كام؟ سنه 79. وبعدين ابتدوا يحطوا له في حاجه اسمها ميثيلين بلو علشان يدربوه كده يقوم يخاف يشربها، بقى يشربها برضه لو حطيت له ميه في نار تركدوه بقى وخلصوا منه. فيعني ممكن واحد يفكر برضه يشرب الحاجات وان كان غير معدل الشرب، الا ان ممكن واحد يطق في مخه يشرب. ده يا عم بيشموا الكله وبيشربوا البنزين وبيعملوا عماير رهيبه العيال المدمنين دول. فربنا ينجيهم. ده بيجيبوا جماجم الموتى ويطحنوها وياخدوا البودره بتاعتها ويخلطوها على الكوكايين ويشموها عشان يعمروا الطاسه، ولسه الطاسه مش عايزه تتعمر. فربنا ينجينا منها. ما تستحلبهاش لان لها بدائل كثيره. يبقى بدلها الاعشاب، الكحه تستعمل الاعشاب زي تيكم، تستعمل العسل الاسود مع الليمون تدفي نفسك وتريحنا من الكحه دي. ما تتعرضش لتيار هواء، ما تشربش ميه من الثلاجه ساقعه قوي تقوم ما يجيلكش كحه. بطل تدخين لان هي برضه بتزود الكحه. ادي الحكيم مش تقول لك يدخن ويشرب سجاير وفي الاخر يقول لك انا عايز دواء يا بيه. تكتب له الدواء ساعات في البيت يجيب دواء انا. فهمتني؟ فالحكايه يعني تاخد بالك من الحاجات دي على ايه. مهلكين، عايز يعرف الضرورة كبرد وحر مهلكين يبقى إبقاء الحياة. عايز الضرورة يبين لك إنها إبقاء للحياة. إنما قيد بذلك نظرا لكون التمثل للضرورة، وإلا فكونهما مهلكين ليس بقيد بل مثله كونهما مضرين. يعني برد مش مهلك مش هيموته، لكن هيجيب له نزلة رئوية نزلة شعبية يبقى اسمها للحاجة. فهمت؟ مضرة. وجعل المحشي المراد بالمهلك في كلامه ما لا يحتمل غالبا، وبنى ذلك على تفسير الضروره بالحاجه. بعض الفقهاء ساعات يمثل الضروره بالحاجه. فهمتني ازاي؟ وهو صحيح وان كان خلاف المتبادر من كلام الشافعي. ويحل للنساء، اي لانه صلى الله عليه وسلم اخذ في يمينه قطعه حرير وفي شماله قطعه ذهب، وقال هذان اي استعمالهما حرام على ذكور امتي، حل لاناثهم. والحق بالذكور الكناث احتياطا. هو الذهب ده مكلف ولا الحرير ده مكلف؟ امال ايه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذان حرامان؟ الحرمه لفعل المكلف يعني حرام استعمال. يبقى النبي بيكلمنا بالمجاز،
صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي بيكلمنا هنا بالمجاز. اما يمسك الذهب والفضه ويقول هذان حرامان على ذكور امتي حلال لاناثهم، والحرمه لا تتوقف على الذات ولكن تتوقف على فعل المكلف، يبقى معناه استعمالهم حرام. يبقى معناها استعمالهم حرام، فهمتني ازاي؟ يبقى كلامنا بالمجاز. ردا على من قال ان النبي لم يتعبدنا بالمجاز وان الله لم يتعبدنا بالمجاز في الشريعه وان الشريعه قائمه على الحقيقه. فهمتني؟ الوهابيه قالوا ذلك نقلا عن ابن تيميه، فابن تيميه قال انه لا مجاز في القران ولا في السنه، ووافقه على ذلك ابن القيم الجوزي، وبناء على ذلك وقعوا في كثير من المخالفات على هذه القاعدة. لا مجاز، قالوا لا مجاز في القرآن والسنة، فوقعوا في مشاكل كثيرة متعلقة بصفات الله عز وجل. يد الله فوق أيديهم، يبقى ما فيش مجاز، تبقى يد على الحقيقة، لكن ليست كهيئة أيدينا، لا نعرف كيفيتها. قال لك نسبوا لله الجريح، لأن قعدوا قاعدة ومشوا عليها لك حتى في صفات الله عز وجل، فوقعوا فبقوا مجسمة. شفت المشكلة بقى؟ فالقواعد دي مش قواعد سهلة. أما يقول لك لا مجاز في القرآن ويمشي على طول كده، طب كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت بتقول الوجه على الحقيقة، يعني يفنى جسمه ويبقى وجهه؟ ما لو الوجه بقى على الحقيقة، وإن أنت أثبتت له يد قبل كده واليد ليست وجه، يبقى تفنى يده. واثبت له رجل لان يضع الجبار قدمه في النار فتقول قتل قهم، الحديث كده، فاثبت له رجل. وبعدين الايه بتقول كل شيء هالك الا وجهه، يبقى اهلكت ما اثبتته في الذات، تبقى نقضت نفسك. وقعت في مشاكل يا مسكين، شفت مشاكلهم؟ قالوا وهابيه خلقوا اهل السنه في العقائد من هذه القاعده. القاعده دي خليتهم يقعوا في العقائد. وهو الذي في السماء اله، في عندهم الحقيقة ظرفية تدل على المكان، يبقى هو اللي في السماء، ويعملوا عقيدة المسلم أين الله؟ في السماء، وفي ظرفية على الحقيقة عندهم، فما بكملش لا إيه؟ وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يقوموا يقولوا إيه؟ لا، ده في السماء إله وقف لازم. طب وإيه اللي لازمنه؟ مخ هو اللي لازمنه. شفت ازاي؟ ابن كثير قايل كده في تفسير، لانه من تلامذه ابن تيميه، وعشان كده طبعوا تفسير ابن كثير، وقال لك اعظم التفاسير تفسير ابن كثير، هم اللي قالوا كده، لانه من تلامذه ابن تيميه. وهو قايل كده، وهو الذي في السماء اله وقف لازم. ليه لازم يا ابن كثير؟ ايه حكايتك؟ عشان لما جت في القران والله في السماء عندك، نقلا عن ابن تيميه ومعتقدك اعتقادي. شفت ازاي؟ ولا يقال فيه بالذاتيه في حق الله، لأن الله ليس بظرف ولا مظروف، سبحانه وتعالى منزع عن ذلك، منزع عن الزمان والمكان. سهلة. أأمنتم من في السماء أن يعني يقصف بكم الأرض؟ يقول لك فيه نظر في الله في السماء. أي من في السماء عذابه، من في السماء ملكه، من في السماء سلطانه، من في السماء ملائكة، ما هو ربنا هيعذب بالملائكة، مش في ملائكة عذاب؟ مش كده برضه؟ بس الحكاية سهلة. فإيش معنى يعني تقول؟ وعشان كده لا يقال في شيء ولا على شيء ولا تحت شيء ولا فوق شيء، لأنه لو كان في شيء كان محصورا، ولو كان تحت شيء كان مقهورا، ولو كان على شيء كان محمولا. فهمتني ازاي؟ والله فوق كل شيء، والله من ورائه المحيط، لا يحيطنا به علما، لا تدركه الأبصار، كان الله قبل خلق الأكوان، كان الله قبل خلق السماوات. فكيف سهل، نزل أهل السنة كده، لكن لما قعدوا قاعدة أنه لا مجاز في القرآن، وقعوا في مشاكل، اثبتوا اليد على الحقيقه فاثبتوا الجريح، واثبتوا القدم، واثبتوا الضحك. يضحك الرحمن، يضحك عندنا يعني لازم الضحك هو الرضا، يعني يرضى. شفت بقى المشكله؟ لدرجه ان بعضهم قال في كتبه، قال اثبت لله كل جارحه الا الفرج واللحيه. قال كده في كتب، أثبت لله كل جارحة كما أثبتها لنفسه في القرآن والسنة إلا الفرج والجارحة، لأنها لم يثبت عنده في السنة أي دليل أن ربنا له فرج أو له لحية. شوف قلة الأدب، وشوف الكلام الذي لا يليق، وشوف بالرغم من هذه المذاهب الضعيفة
المتهافتة كيف لها أنصار وكيف لها مجلدات تطبع وكيف لها منشورات بتوزع ولها منابر بتتكلم بيها. شفت المشكلة؟ كل ده ما نشأ من ايه؟ من قاعدة بسيطة قعدوها الأول، قعدها ابن تيمية، لا مجاز في القرآن، الله لا يكلمنا إلا بالحقيقة. فلما أنشأ هذه القاعدة ومشوا عليها وقعوا في المسألة. شفت بقى؟ شفت المصيبة؟ والنبي هنا بيكلمنا بالمجاز اهو. شفت ربك سبحانه وتعالى في القرآن يقول ايه؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. والحديث يقول من أخذت حبيبتيه فصبر ضمنت لها الجنة أو كان معي في الجنة. الحديث كده روايتين. طيب ومن أخذت حبيبتيه صار أعمى، وربنا بيقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا. يبقى الحديث نقل القرآن. ما انت بتقول لي بقى ان كل حاجه على الحقيقه بقى، كل حاجه على الحقيقه وامشي وحل لي الاشكال ده بقى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من اخذت حبيبتيه اي صار اعمى فصبر كنت معه في الجنه او كان معي في الجنه كهاتين روايه، وروايه ثانيه ضمنت له الجنه. يبقى نبينا ضامن وضمين صلى الله عليه وسلم، ضامن اضمن له. النبي في احاديث كتير يقول اضمن له، يبقى ضامن. وعشان كده بعض الناس في المداح يقول لك يا ضميني يا حبيبي يا شفيعي، يزعلوا من ضميني مع انه قال انا ضامن. سهل. فيبقى النبي يقول له الجنه، والقران يقول من كان في هذه اعمى فهو الاخره في اعمى وضل سبيلا. ده يرضيك الكلام ده؟ طب ومن كان في هذه اعمى يعني اعمى عن الهدى، اعمى معنوي. والعمى المعنوي يطلق بالمجاز ولا يراد به حقيقه. يبقى القران كلمنا بالمجاز. من كان في هذه أعمى عن الحق، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. مع إن هم بيسمعوا، المشركين دول كنت تناديهم يقول لك مين بينادي، وسمعوا القرآن حتى إنهم كانوا يحبوا حلاوة السماع. صح؟ هم ليه لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها؟ أي لا يسمعون بها سماع استجابة ولا يبصرون بها بصر عظة وعبرة. يبقى نفى لا مطلق البصر على الحقيقه، بل نفى البصر الذي فيه اتعاظ وفهم على المجاز. يبقى القران مليان مجاز اهو، مليان مجاز. شفت المشكله بتاعتهم دي؟ من احدى القواعد التي تقراها في كتاب منهج السنه لابن تيميه، وقعد عليها مذهبه كله، انه لا حق لا مجاز في القران والسنه. وبناء على هذه القاعده وقع وقوع شديد في امور كثيره. واخد بالك ازاي؟ وينبني عليها عدة فروع متعلقة بصفات الله عز وجل تؤدي إلى الخروج من مذهب أهل السنة والجماعة إلى التبديل. وعلشان كده سبحان الله اللي على رأسه بطحة، واخد بالك ازاي، يقوم يتهم بيها غيره، يتهم بيها غيره. فمخلين كل الأمة مبتدعة وضلالية وفي النار، ما يشوفش واحد إلا يقول مبتدع، لأن المرء مرآة أخيه، هو البدعة فيه والمرء مرآة أخيه. فالمبتدع يشوف كل المسلمين مبتدعين، والمعتدل يشوف كل المسلمين مسلمين، لأن المرء مرآة أخيه وصدق رسول الله. فتلاقي أهل البدع تلاقيهم شايفين كل المسلمين ضلالية وأهل بدع، وتلاقي أهل الصلاح والفهم الصحيح شايفين كل المسلمين معذورين وحلوين ومفيش مشاكل. عشان كده احنا كنا نقعد مع علمائنا اللي علمونا يقول لك يا سلام أمة النبي دي بخير، مفيش مشكلة. ده فلان بيعمل كده، مفيش، ربنا يغفر له. ما كانش يطلع من كلمة بدعة ضلالة في النار، بدعة ضلالة في النار طول النهار، بدعة ضلالة في النار. لما بيقعد يحلم كده يفرفص وهو بيحلم، يفتح طول يقول بدعة ضلالة في النار، ايه الساعة كام؟ بقت خلاص هي كلمة لازمة عنه. ما ينفعش كده. لما اختفت الأحكام الشرعية عندهم، ما عندهمش أحكام اسمها حرام ولا مكروه ولا مباح ولا مستحب ولا واجب. تسأل أي شيخ منهم يقول لك اه بدعة ضلالة في النار. خلاص أي إجابة عنده هي كده. اه جاهل. لكن عمر ما يقول لك حرام أو واجب أو لا، بدعة ضلالة في النار، شرك. بدعة ضلالة في النار أو شرك. ما يعرفش من الأحكام إلا البدعة أو الشرك. بس. يختصر كل الأحكام. يبقى ده دليل إنه إيه؟ إن هم مش فاهمين.
كل ده عرفناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسك الذهب ومسك الحرير وقال هذان حرامان لرجال امتي حلال لنسائها. طب ما هو الحرمه لا تتعلق الا بالفعل. فهمتني ازاي؟ يبقى كلمنا النبي ايه؟ بالمجال. لان لو الحقيقه يبقى الذهب حرام، اوعى تقرب له ولا تستخرجه من الارض ولا تلمسه ولا تبيعه ولا تصنعه، لانه بقى حرمه متعلقه به. لا، ده الحرمه متعلقه باستعماله. فهمتني ازاي؟ كل ده في حديث النبي كتير. واسال القريه، يعني واسال اهل القريه، ولا هروح القريه اسال البيوت؟ مجاز اهو. جدارا يريد ان ينقض، جعل الجدار يريد ان ينقض، والاراده تكون لايه؟ للحج، والجدار ليس بحج، فنسب اليه الحياه. مجاز موت، خلاص سهل. والمجاز نوع من ايه؟ من صرف اللفظ عن حقيقته الى المجاز. سهل. يبقى القرآن مملوء بالمجاز، والسنة مملوءة بالمجاز، كثيرة أدلة كثيرة ترد عليه. سيدنا الشيخ نجيب المطيعي جلس مع ابن باز زمان سنة 71، حكى لي هذه القصة. وابن باز كان من علماء الوهابية الكبار، وكان مفتي الديار السعودية إلى أن مات رحمه الله. شوف احنا نقول رحمه الله، هو يقول علينا مشركين. شوف الفرق بقى. احنا نقول رحمه الله ونتمنى لما ندخل الجنة اللي فيه، والله نتمنى ذلك، والجنة تسع الناس كلها الحمد لله. لكن احنا بنتكلم على افكار الناس بغض النظر عن موقفهم مع الله. نرجو الله الا يؤذي النبي فيه صلى الله عليه وسلم، ويغفر لامته كلها. كان جالس مع ابن باز الشيخ نجيب المطيعي سنة 71، كان بيحبه، فجاي بيحكي لنا بيقول انا جلست مع ابن باز وبقول له يعني يا مولانا انتوا بتقولوا انه لا مجاز في القرآن والسنة، وهذه القاعدة لو اعملناها لأحرجناك. قال كيف تخرجني؟ انت عارفني بالباز اعمى. فقام قال له ماذا تقول في قول الله عز وجل ومن كان في ابيه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا؟ قال فسكت الشيخ، يعني اسكت، لكن فضل زي ما هو بيقول لا مجاز في القرآن. يعني الواحد ياخد باله من مثل هذه الاشياء. قول لبس الحرير اي أيوة والتخطم بالذهب، ولو ذكره لكان اولى لذكر المصنف له سابقا، فيكون الضمير بقول ويحل للنساء عائدا للمذكور من لبس الحرير والتخطم بالذهب. نعم هو ساقط من بعض النسخ كما مر، ومثل التخطم بالذهب غير من انواع اللبس ما لم تسرف فيه وإن لم تبالغ في السفر. يعني المرأة يحرم عليها لبس الذهب لو كان في إسراف شديد برضه. كويس؟ كخلخال وزنه 100 مثقال. عارف 100 مثقال يعني وزنه كيلو ذهب. يعني لابسة في الرجل دي نص كيلو ذهب وفي الرجل الثانية نص كيلو ذهب. إيه ده؟ ده كتير قوي. يقول لك كده حرام بقى. يقول لك ما هو حلال. لا حلال بس إيه؟ بالعكس. دلوقتي كيلو الذهب الصبح بيقول لي الاستاذ زياد وصل حوالي 120 الف جنيه كيلو الذهب، يعني كانها جايبه لها خلخال ب 120 الف جنيه. صعبه دي، مش كده برضه؟ حتى الواحد ما يبقى ليه. وبعدين ده لو مشيت في الشارع هيقطعوا رجليها وياخدوا الخلخال وتعيش من غير رجليها. بيعملوا كده والله دلوقتي، يقطعوا رجلين الستات اللي في خلاخيل، وهيقول لنا بعد كده كل الستات بكراسي بعرض. فربنا ينجينا. كخلخال وزنه 100 مثقال والفضة في ذلك كالذهب. برضه لو رفت الفضة زيادة عن اللزوم برضه نفس الحكاية، تغري حتى العيال المدمنين يتزوقوها في أي وقت وهي ماشية. بالأولى فلهن لبس حليهما وما نسج بهما، هو الفراشة أي وسائل أول استعمال كالتدفق به والجلوس تحته ونحو ذلك. يعني بالنسبة للحرير ممكن تتلف بالحرير، تلبس قميص نوم حرير، تلبس أي حاجة حرير ما فيهاش مشكلة. تتلف بيه تبقى اللحاف بتاعها شباكنا ستاير وحرير، عملوها أغنية عندنا برضه حرام للمرأة لأن الشباك ما يلبس الشباك ذكر. هيقول لي هسميها نافذة. لأن في إسراف، في إسراف. فشادية تقول لك شباكنا ستاير وحرير، مش على مذهبنا دي الأغنية دي، مش على مذهبنا.
يبقى اي وسائل اول استعمال كالتدسر به والجلوس تحته ونحو ذلك. فلو قال وغيرهما لكان اول، ومحل حل افتراشهن يعني للحرير له ما لم يكن مزركة بذهب او فضة، لان لا يجوز استعمال الذهب والفضة للمرأة الا للزينة بس، لكن ما يستعملوش آنية ولا تستعملوا ايه فرش مطرز بالذهب وتقعد عليه او تسند عليه من ساعة تلبسه لكن ما تقعدش عليه، واضح؟ ويحل للولي الباس الصبي الى اخره. والحق به الغزالي المجنون، واعتمد الرملي ان ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون، فيجوز الباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا طرف عادته. يعني لو كان بيلبس كده عيل صغير تلبسه يعني نعل كده في شوية فصوص ذهب عشان تفرح بيه يمشي، ما يجراش حاجة طالما لا يعتبر طرف في العادة، لكن لو كان في زماننا يعتبر طرف يبقى يحكم الطرف. كويس. وقوله قبل سبع سنين وبعدها، قال قبل سبع سنين وبعدها، قال وبعدها ليه؟ لان الامام الرافعي قال قبل سبع سنين بس، لكن بعد سبع سنين لا، فهو قال لك وبعدها عشان يخالف الامام الرافعي. وبعدها اي الى البلوغ. وفيه تعريض بالرد على الرافعي في البعدين، والخلاف في غير يوم العيد. يعني بالاجماع يجوز يلبس الذهب الصبي يلبسه الذهب في العيد، ده بالاجماع. طب في غير العيد فيها الخلاف بقى، فيها هنا الخلاف فيما بعد السبت، واخد بالك؟ ونقف على وقليل الذهب وكثيره، يعني نقف عند هذا الحد. احنا كان بودنا نخلص بس النهارده طولنا شويه في الضروره وفي الحاجه وفي التحسينيات، ونرجو فهم هذه القاعده الفرق بين الضروره والحاجيات والتحسينيات، حتى يكون سلوكك في الدنيا وتعاملك مع الله ومع المسلمين على هذه القاعده، تقوم ايه؟ تحل لك اشكاليات كثيره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما يليق بكمالك وعبدك كما يليق بك.